عزيزاتي ربات البيوت، اليوم راح نسوي خلطة للدجاج بالفرن. هذه المواد موجودة أمامكم، هسه أنطي القياسات والمقادير. أول شيء هذا 2 ملعقة طعام بهارات الشوي، زائدا 0.5 ملعقة ملح. بعدين عندنا فلفل أسود، 1 كوب فلفل أسود. بعدين عندنا الإنجفارة، 1 طعام إنجفارة، يعني الجنجر بالعربي نسميها. عندنا الكمون، 1 كوب كمون، 1.5 طعام زيت الزيتون. هسه راح نخلط المواد الجافة كلها مع بعض، فلفل أسود، الإنجفارة، الكمون، نخبطهم كلهم مع بعض. بعد ما خلطنا المواد الجافة راح نضيفها على الدجاج بعد ما غسلناه وصفيناه من المي والدم. راح نحاول نخبط المواد كلها، طبعا المواد اللي استعملتها هي تكفي 2.5 كيلو دجاج. عندي هنا فخاد وعندي قطع صدر، كله مقطع ومغسول ونظيف وجاهز، وخليت ضفت عليه هالمواد تتبيله، وراح اتركه بالثلاجة، أغلفه بالنايلون، أتركه بالثلاجة لمدة 2 ساعة، بعدين أخليه بالفرن. الآن الدجاج جاهز، بس راح أرفع النايلون من عنده بعد ما تركته 2 ساعة بالثلاجة. أرفع النايلون من عنده وأخليه بالفرن بعد ما شغلت الفرن. شغلت الفرن حرارة عالية، الدجاج جاهز، خليه بالفرن ونتركه بين 1 ساعة و1.25 ساعة بالفرن. عزيزتي الآن الدجاج جاهز، راح نطلعه من الفرن ونطفي، وتقدرين تستعملين 1/2 المقادير على إذا ما تسوين 2.5 كيلو دجاج.